عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على المملكة خلال الساعات القادمة بحول الله. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث يسود الطقس بارد نسبي مع تفرق لبعض الغيوم، 16 درجة مئوية فقط متوقعة، الملموسة 15، نسب رطوبة عالية نوعا ما حوالي 50%، والرياح تكون معتدلة السرعة حوالي 25 كيلومتر في الساعة. ننتقل الآن للتوقعات الجوية اليوم غد بإذن الله في باقي مناطق المملكة. نبدأها شمالا، سكاك 22 إلى 8، عرعر 23 إلى 8، وتبوك 22 إلى 10 مع طقس مستقر بالمجمل. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 30 إلى 18، جدة 32 إلى 23، مكة المكرمة 34 إلى 23، والطائف 27 إلى 15. المنطقة الجنوبية الغربية نبدأها بالباحة 24 إلى 17، أبها 25 إلى 10، وجازان 32 إلى 27. المنطقة الشرقية نبدأ بالدمام، حيث تتفرق بعض الغيوم، 26 إلى 15، حفر الباطن 22 إلى 13، والإحساء 25 إلى 14. المنطقة الوسطى نبدأ بحائل، تفرق لبعض الغيوم، 19 إلى 8 درجات مئوية، بريدة 22 إلى 13، والرياض 5 إلى 14. بهذا ننهي نشرتنا للقاء.